أيضا في سياق التحليل لكل مجريات ما حدث في لبنان خلال هذا الأسبوع وحتى ما حدث اليوم، ينضم إلي من بيروت الكاتب والباحث السياسي توني أبي نجم. سيد توني، أهلا بك على قناة ومنصة المشهد. إذن يبدو أن سياسة الاغتيالات، يبدو أن المشهد لم يتجه إلى التهدئة بعد الاختراقات التقنية التي شهدناها مؤخرا لأجهزة البيجر. اليوم هناك اختراقات أمنية أدت إلى الوصول إلى أكبر القياديين في الحزب. كيف ترى مسألة الاختراقات التي تطال الحزب حتى اللحظة؟ يعني تحية لك وللمشاهدين. بداية لابد من الإعراب عن الأسف الكامل عما يجري في لبنان. بات لنا منذ 11 شهرا ونحن نناشد حزب الله أن يجنب لبنان الكأس المر. ناشدنا مرارا وتكرارا أن لا داعي ولا علاقة لنا بموضوع فتح جبهة لمساندة غزة. النظام السوري لم يفتح مثل هذه الجبهة. لماذا ندخل لبنان في أتون الحروب ونحن في أسوأ الحالات؟ ولكن لا حياة لمن تنادي. حتى الأمس، يعني حتى خطاب أمين عام حزب الله بالأمس الذي أصر على أمر واحد، الاستمرار في فتح الجبهة لمساندة غزة. ومن يتابع أبسط الأمور يرى، بكل أسف أقول، أن حزب الله بات اليوم في حاجة إلى من يساندهم. عمليا ما يجري خطير جدا على ثلاث مستويات غير مسبوقة في تاريخ الصراع بين حزب الله وإسرائيل، ما هي هذه وربما في المستويات؟ تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. أولا مستوى الاختراق الهائل الذي يعاني منه حزب الله منذ اليوم الأول للمعركة. يعني تابعنا كل عمليات الاغتيالات والاستهدافات لأرفع قادة من حزب الله، قادة عسكريين، يعني فؤاد شكر، إبراهيم عقيل اليوم، وصولا إلى وسام طالب، وكل الأسماء التي بطلنا نعرفها. يعني فقط كلها اغتيالات. الحديث، الجيش الإسرائيلي يقول أنه استهدف أكثر من 10 من القياديين إلى جانب إبراهيم شكر، وكلهم قادة في قوة الرضوان، قادة كبار في هذه القوة. أنت تتحدث عن الذين استهدفهم اليوم. نعم صحيح. وسأعود للحديث عنهم. إذا المستوى الأول حجم الاختراقات، هربوا من تحت شعار الهروب من الأجهزة الخلوية اللي كانت تصدهم إسرائيل، وقعوا في فخ البيجرز، وكان الاستهداف يعني بشكل جماعي. المستوى الثاني درجة تفوق التكنولوجي لإسرائيل في هذه المعركة. نحن اليوم في سنة 2024، التكنولوجيا هي الأساس في كل المعارك. كانت في السابق تكنولوجيا تصنيع الدبابات أو الصواريخ، اليوم إسرائيل لم تعد بحاجة إلى أعداد من الصواريخ وغيرها والدبابات لتتفوق، لا بل فعلت كل ذلك من دون أن تدخل دبابة إلى الأراضي اللبنانية وعبر مسيرات، ولا مجال للمقارنة بين الخسائر الإسرائيلية والخسائر في لبنان. المستوى الثالث وهو الخطير جدا أيضا هو المستوى الأزمة التي يعيشها حزب الله، لناحية أنه دخل إلى معركة هو غير قادر على الخروج منها، ما سمي بمعركة إسناد غزة، وبالتالي بات اليوم عالقا بين خيارات أحلاها مر. إذا حزب الله أقدم على أي رد، هو يدرك تماما ما ستفعله إسرائيل، وإذا لم يرد هو هيبته سقطت بالكامل. وكل الحديث عن تل أبيب مقابل الضاحية، اليوم الضاحية تتعرض للاستهداف الثالث، أولا اغتيال العروري، ثانيا اغتيال فؤاد شكر، واليوم اغتيال المجموعة الكبرى. يعني نتحدث عن قادة وحدة الرضوان وضباط من الحرس الثوري وغيرهم. وبالتالي سقطت كل هيبة حزب الله نهائيا، وهو عاجز عن عملية رد. إذا رد مشكل، إذا ما رد مشكل، وهو واضح كان بالأمس أنه غير قادر على الانسحاب، لأنه كما يبدو تعليمات إيرانية. وبالتالي هذه المعادلة الثلاثية جعلت من لبنان كبش محرقة بالكامل، لا بل أكاد أقول أن حزب الله بات أيضا كبش محرقة لإيران. ما هي الصفقات التي تجري
من خلف الكواليس أي ثمن سيدفعه لبنان وحزب الله لم يعد معروفا. اليوم دخلنا، ليس اليوم بل منذ الثلاثاء وربما قبل ذلك، دخلنا في نفق لا عودة منه، حذرنا كثيرا. السؤال اليوم سيدي الكريم، وحسب آخر المعطيات، أنه تم استهداف هذه المجموعة في نفق نعم المباني. السؤال الكبير، لماذا الأنفاق تحت المباني السكنية؟ والله حرام الناس، لا يمكن على الإطلاق اعتماد هذه الأساليب. نقول إن إسرائيل عدو ومجرم، هل من يعني يختلف على ذلك؟ فلماذا نترك هذا العدو يفتك بنا بهذا الشكل؟ لماذا لا نحمي أهلنا وبلدنا وبيوتنا؟ لماذا نذهب إلى مثل هذه المعارك التي لا علاقة للبنان ولا المصالح اللبنانية بها؟ طيب سيد توني، ما بين فقدان الهيبة في عدم الرد وما بين التصعيد وحرب شاملة في حال الرد، ما الخيار الأقرب إلى حزب الله بوجهة نظرك؟ سيد الكريم، الموضوع لم يعد يتعلق بحزب الله. ربما كان حزب الله قبل أشهر قادر على الانسحاب يعني ووقف الجبهة الجنوبية وتفادي الكأس المر. اليوم بات واضحا أن نتنياهو يريد الحرب بأي ثمن. نتنياهو بات اليوم ربما بطلا قوميا في إسرائيل، وحزب الله أعطاه هذه المتعة، أعطاه هذه الفرصة. المشكل الكبير اليوم أن إسرائيل تريد الحرب بأي ثمن، وبات حزب الله كما قلت إذا رد يخشى الأسوأ، وإذا لم يرد الاستهدافات ستستمر. وكما تلاحظ الثلاثاء والأربعاء البارحة اشتعلت جبهة الجنوب حوالي 70 80 غارة إسرائيلية، إن لم يكن 100 غارة، واليوم هذا الاستهداف، وبالتالي نحن دخلنا المعركة الكبرى. الموضوع ليس يتعلق إذا دخلت الدبابات الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية أم لا، كما حاول أن يوحي نصر الله بالأمس. اليوم نحن في خضم المعركة الكبرى. عندما تتم يعني الاستهدافات كما حصلت يومي الثلاثاء والاربعاء للالاف دفعه واحده وبخمسه زر، عندما يتم الاستهداف في قلب الضاحيه لنخبه وحده الرضوان ولضباط من الحرس الثوري بينهم نائب قائد فيلق القدس، عن ماذا نتحدث؟ اين هي معادله الردع وتل ابيب مقابل الضاحيه؟ واذا تم الاستهداف نرى بعد اطلاق عشرات صواريخ كاتيوشا، هذا اكثر ما نراه. وبالتالي اليوم حزب الله بات في وضع العاجز، وهو يعلم تمام العلم أن نتنياهو يريد الحرب وسيكمل. وبالتالي ماذا سيختار حزب الله اليوم؟ من يدري. الواضح حسب كلامه بالأمس، يعني وعود الردود أو الرد، يعني مثل الرد على اغتيال فؤاد شكر، كلها ردود، يعني لا تسمع ما أقول، اسمع ماذا تقول بأتم. هذه يعني باتت أمور وشعارات غير مقنعة، شعارات لا ترضي أحدا من بيئة حزب الله. وبالتالي الحل الأسلم اليوم قبل الغد هو وقف الجبهة الجنوبية، إقفال هذه البوابة نهائيا، وتسليم الأمور إلى الدولة اللبنانية. هل تعتقد هكذا يعني نتفادى؟ نعم، يعني بالأمس شاهدنا في خطاب حسن نصر الله أنه يعني كما قال بصريح العبارة أنه قبل التحدي مع الجانب الإسرائيلي في الهدف المعلن لديها بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، وقال لن يعودوا ما لم تقف الحرب في قطاع غزة، وهذا التحدي قبل به. اليوم ما الذي سيتغير في ظل كل هذه الضربات الموجهة؟ هل سيستمر في هذا التحدي مع الجانب الإسرائيلي؟ فلنكن واضحين سيد الكريم، إسرائيل اتخذت الإجراءات لأجل إبقاء يعني المستوطنين سنة إضافية بعيدا عن الشمال. لن تكون هناك سنة دراسية في المستوطنات الشمالية هذه السنة. تخيل في المقابل أن حزب الله وبيئته سيتحملان هكذا ضربات على مدى سنة. واضح. شو هالمعادلة يلي فيها أنا بدفع
اثمان هائله مقابل انه الاسرائيلي، انا بدي اعطي الهم الاسرائيلي اذا بيرجعوا المستوطنين او ما بيرجعوا. وللاسف شو الحجه؟ يقول نصر الله انه يعودون، ما بيعود في مشكل وما بيعودوا محتلين حسب وصفه وكما يقول، اذا بتوقف الحرب بغزه. يا سيد الكريم شو بعد في غزه؟ اي حرب بعد في غزه؟ هل نحن نبحث عن مخرج ليحيى السنوار؟ هل هذا ما يريده حزب الله؟ ام اننا نريد ان ندفع بالقوه ايران الى طاوله مفاوضات ما لا احد يفاوضها؟ يعني وضحت الصوره. نحن ندفع اسمان عن غيرنا. نعم، وضحت الصورة. مضطر أن أشكرك الآن من بيروت الكاتب والباحث السياسي توني أبي نجم على جميع هذه القراءات.